مشاهدينا مساء الخيرات ومساء الانوار، وخطوه دايما عزيزه جدا في بيت السفير عزيزه. يوم جديد النهارده بنبداه مع حضراتكم، وحلقه جديده وفقرات جديده نتمنى انها تنال اعجاب حضراتكم. هنبدا النهارده بمبادره مهمه جدا اسمها اشتري دينها اكثر قدها. هي مبادرة لإطلاق سراح الغارمات في السجون، وكمان هيكون معانا فقرة تانية خصصناها للعناية بجمال الشعر والبشرة كلها من الوصفات الطبيعية، خاصة بقى في فصل الصيف واللي بنتعرض فيه لدرجة حرارة عالية في الشمس والبحر والرملة والرطوبة، فمحتاجين شوية عناية. فقراتنا التانية بقى هتقول لكم عليها زميلتي وصديقتي العزيزة الأستاذة نهى. ازيك يا أستاذة نهى؟ أهلا أهلا يا أستاذة جيسي. مساء الفل على حضراتكم، مساء الفل على كل مشاهدي قناة دي أم سي وكل متابعي برنامج السفيرة عزيزة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة، حلقة مليانة مليانة كلها أخبار وفقرات جديدة ومختلفة. جايبين لكم مبادرة هتعجبكم جدا اسمها فرح تفرح. المبادرة دي هي مبادرة للسعادة طالعة من السفيرة عزيزة، هحكيلكم عليها كمان شويه، وكمان هيكون معانا فقرتنا الاسبوعيه، طبعا اكتر فقره محببه ليا انا وللاستاذه جاسي، وهي فقره الفاشن. ان شاء الله تتبسطوا معانا في حلقتنا النهارده، تابعونا. يوم الثلاث دايما بيكون يوم مميز، مش لحاجه ولكن علشان حضراتكم بتكونوا معانا. بالتاكيد الفن هيفضل من اعظم الوسائل اللي بتخدم المجتمع والناس، بنقدر من خلاله ان احنا نعبر عن الانسانيه اللي جوانا بشكل عام. الحقيقه ده كان واضح في المبادره اللي اطلقتها جمعيه اطفال الساجنات من خلال بيع لوحات فنيه بتقنيه الرموز غير قابله للاستبدال والمعروفه باختصار NFT، وده من خلال الانترنت، وتخصيص كل ارباحها علشان يتم سداد ديون الغارمات. ده كان تحت مسمى اشتري دينها واكسر قيدها. الجميل في المبادره دي ان اللوحات الفنيه دي كلها مستوحاه من قصص الغارمات وسبب دخولهم السجن، وكل لوحة من اللوحات دي بتعبر عن قصة سجينة، وبيتحدد سعر اللوحة على أساس الدين اللي على السجينة. في الحقيقة مبادرة مختلفة وجميلة، وعلشان نعرف أكتر عنها معانا ضيفتنا النهاردة الأستاذة نوال مصطفى رئيس جمعية أطفال الساجنات. أستاذة نوال أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا استاذه نوال. استاذه نوال احب اهنيكي على الفكره الرائعه دي، يعني دور الحقيقه كبير ومجهود اكبر بتقوموا بيه في الجمعيه لسداد دين الغارمات. احكي لنا عن المبادره وازاي تم التواصل مع الفنانين دول. بشكركم طبعا لاثاره يعني قضيه مهمه بتهم مصر بشكل عام، وبتهم يعني قطاعات مختلفه من المواطنين في مصر، والحقيقه هي على اجنده حتى الحكومه ومؤسسه الرئاسه، وهي قضيه الغارمات. الفكره، فكره المبادره يعني جت لي الحقيقه من احدى الشركات في دبي، وهم فكروا ان هم يعملوا بيع لوحات فنيه او تصميم لوحات فنيه ماشية مع قصص المأساوية اللي بتتعرض ليها سيدات فقيرات بسبب التورط في إيصالات أمانة أو عدم سداد أقساط لأشياء ضرورية، مثلا زي واحدة ابنها تعب وكان محتاج لعملية جراحية واضطرت إنها تستدين علشان تعمل له العملية، فكتبت على نفسها إيصالات أمانة فلقت نفسها مهددة بدخول السجن أو دخلت السجن بالفعل. وكان علينا إحنا كجمعية رائدة في مجال الغارمات إن إحنا يكون يعني لينا دور في الإفراج عنها وإعادتها مرة أخرى لأسرتها. يعني الفكرة جت بإن الشركة دي عايزة تعمل تصميم للوحات فنية مطابقة أو يعني ماشية مع القصة بتاعت السجن، وتعرضها إلكترونيا للمشاركة في تسديد ديون هذه السيدة. والحقيقة الفكرة لاقت إقبال كبير جدا، وسددنا لغاية دلوقتي من خلال الفكرة ديون 17 غارمة، وده كمرحلة أولى يعني، لأن هي بادئة لسه من كانت بدايتها مع عيد الأم، يعني انطلقت مع عيد الأم 21 مارس، ففي خلال الشهرين اللي فاتوا دول سددنا ديون 17
غامقة، وإحنا بصدد يعني تدشين مجموعة أخرى أو مجموعة تانية من الغارمات عشان يستفيدوا من نفس الفكرة ونقدر نسدد ديونهم ويعودوا يعني منين لأسرهم مرة أخرى بعد محنة كبيرة جدا اتعرضوا ليها. طب أستاذة نوال، يعني فكرة إن اخترتوا تقنية اللوحات الرقمية اللي هي الـ NFT بالتحديد، حضرتك ممكن تقول لنا سبب اختياركم لهذه التقنية؟ وإزاي كمان بيتم التعامل عليها يعني أو استخدامها بالنسبة للناس؟ هو موقع إلكتروني بيتحط عليه اللوحات دي وبيعرضوا قصة السيدة نفسها، بيصوروا معاها فيديو قصير جدا بتحكي قصتها، وبيبقى بيع اللوحة دي على الإنترنت على من خلال الموقع بتاعهم. ممكن الناس تساهم بجزء من الدين لغاية ما يكتمل المبلغ كله، فبيتوجه المبلغ لسداد الدين السيدة. وممكن حد يشتري اللوحة على بعضها، هي مش لوحة واقعية، هي لوحة إلكترونية، لوحة فنية. هو هدفها طبعا انه الناس دي بتشارك بشكل انساني من خلال الفن او من خلال اعجابهم باللوحة اللي هي بتعبر عن مأساة الست دي نفسها. فهي يعني فكرة مبتكرة، وانا رحبت بيها. جمعية اطفال السجينات بترحب باي فكرة الحقيقة. طب احنا لاحظنا دلوقتي يا استاذة نوال على الصفحة ان الاسعار بالدولار. ليه؟ لان الموقع بتاعهم ده موقع عالمي، يعني أوكي. مش موقع مصري. فبتلاقي ناس اشتركوا من مختلف بلاد العالم في تسديد ديون السيده اللي هي عليها اقساط مش قادره تسددها يعني. فهي فكره انسانيه عالميه، وانا رحبت بيها لانها الحقيقه انا برحب باي فكره بـ 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 يعني بتصب في مصلحه المستفيدات بتوعنا طبعا. لانه يعني مش لازم ان احنا ناخد طريق واحد او طريق تقليدي لجمع التبرعات او لحل مشاكل الغارمات. احنا بنحاول ان نفكر في حلول مبتكره غير تقليديه، واي فكره بتتقدم لي برحب بيها جدا. والفكره دي الحقيقه لما يعني لقيتها فكره مبتكره هي فعلا وجديدة. فكره حلوه جدا، مبتكره ومختلفه فعلا. بس عايزه اسال حضرتك على حاجه، على اي اساس بتختاروا الامهات اللي هيحكوا لكم القصص بتاعتهم؟ يعني انا عارفه ان في عدد كبير قوي من الغارمات في السجون المصريه، فعلى اي اساس بتختاروهم عشان ترسموا القصص بتاعتهم؟ هم المستفيدات بتوعنا بتوع الجمعيه، يعني هم بيتوجهوا لينا، وهم يعني معظمهم من الغارمات اللي هم احنا بنحاول ان احنا نسدد لهم الديون اللي عليهم قبل ما يتحكم عليهم او قبل ما يتم القبض عليهم. بيبقى عندهم حكم نهائي قبل ما بيدخلوا السجن، يعني بيبقى معظمهم بيهربوا من تنفيذ الاحكام. يعني حتى بتلاقي الست مش قادره تقعد في بيتها، بتروح تقعد عند اختها، عند بنتها، عند بتاع، علشان ما يتقبضش عليها ويتنفذ تحكيم ويتنفذ الحكم عليها يعني. فاحنا بنحاول ان احنا ننقذهم قبل دخولهم السجن. دي فئه، وفي فئه ثانيه هم في السجون بالفعل، دول كمان معانا. لكن يمكن فكره اللوحات الفنيه المعدنيه دي بتوائم او يعني بتمشي اكتر مع الغارمات اللي هم عندهم حكم نهائي وقبل ما يعني يدخلوا او يتنفذ عليهم حكم السجن يعني. كمان المبادره دي بتتواكب مع جهود الجمعيه مع التحالف الوطني لحمايه المراه بالقانون اللي احنا اسسناه من 2017 في استبدال عقوبه السجن بالعقوبات البديله. احنا حاليا الحمد لله في مشروع وموقع عليه 60 نائب ونائبه في مجلس النواب، وهيتقدم بالفعل لمجلس النواب باسم الجمعيه، وهيقدمه النائب عبد المنعم امام. بمقتضى هذا القانون هيستبدل العقوبه البديله، عقوبه السجن بعقوبه بديله اللي هي الخدمه المدنيه. يعني ممكن الست تشتغل وتسدد اللي عليها من خلال شغلها. فكره جميله. فالفكره يعني احنا في مجموعه افكار يعني متوازيه بنشتغل فيها، والفكرة المبادرة دي نفسها بتدعمنا كمان في التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون.
لان احنا محتاجين جهود الدوله كلها وجهود طبعا. الاعلام وجهود النواب، نواب مجلس الشعب او مجلس النواب بشقي الشيوخ والنواب، ان احنا ندفع بقوانين تحمي المراه طبعا. قبل ما تدخل السجن. يعني احنا مش لازم نستنى لما الست تدخل السجن وبعدين نبدا نجمع فلوس ونطلعها وللافراج عنها. واعتقد يعني برضو في دور كمان مهم جدا يا استاذه نوال، وهو التوعيه. يعني احنا امبارح كنا بنتكلم على برضو مبادره لمجمع البحوث الاسلاميه لتسكنوا اليها. كتير من الغارمات اللي احنا بنتكلم عليهم بيكون سبب دخولهم السجن والكمبيالات اللي هم بيكتبوها لان هم عايزين، والغارمين الحقيقه كمان بيكونوا عايزين ان هم ياسسوا البيت، يجهزوا ولادهم، فيبتدوا يتداينوا علشان يجيبوا بقى 3 غسالات وتلاجتين وطقم ملايات معرفش ايه وكوبايات الشربات والحلق وحاجات كتير قد كده اهو. والحاجات دي اللي هي اصلا الزوجين الجداد دول ما بيكونوش محتاجين لكل ده، فبالتالي بيحطوا امهاتهم او ابائهم تحت ضغط غير معقول. فهل الجمعيه برضو بتعمل نوع من انواع التوعيه؟ لان مش شرط، مش لازم بس نحمي الست قبل ما تخش السجن، لا احنا لازم نوعيها، لازم نثقفها، لازم صحيح. نفهمها ان مش مفروض ان هي تسلك هذا السلوك علشان ما تنتهيش بيها الامر انها تخش السجن. كلامك مظبوط جدا يا استاذه جسمان، ودي على فكره يعني ده مكون اساسي جدا من شغلنا. احنا بنعمل يعني حملات مستمره للتوعيه، لان واحنا بنسميه لتوعيه سجينات الفقر المحتملات. انا بسمي الغارمه سجينه فقر لانها مش لا يعني هي يعني لا يعني مضطره، اللي هي لو مثلا ابنها او عايز علاج وبنتها عايز علاج، ولكن ما هياش مضطره انها تجي تكف يعني تحط ديون على نفسها وعلى اسرتها وعلى جوزها علشان تجهز ولادها. انا هي دي النقطه اللي انا بكلمك فيها. بس هما استاذه جاسمين طبعا الجزء اللي حضرتك بتتكلمي عليه طبعا ده ضمن حملات التوعيه. بنعمل مؤتمرات شعبيه في الاحياء الفقيره، وبنجيب خبراء في كل المجالات الاجتماعيه والنفسيه والقانونيه والاقتصاديه، وبندي لهم يعني افكار لحلول بديله للتوقيع على بياض، لانه التوقيع على بياض هو حل ناس ما عندهاش يعني فكر كفايه ازاي تطلع او ازاي تتعامل مع مشكلاتها. فاحنا بنحاول ان احنا نعمل كذا يعني مؤتمر شعبي، وعندنا طبعا سابقا يعني عملنا عدد من المؤتمرات، ودلوقتي بنكمل في حملات توعيه هتبقى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لانه يعني جنب التوعيه المباشره من خلال مؤتمرات شعبيه في الاحياء الفقيره، بن كمان لازم نستخدم الوسائل الحديثه في ان احنا نعمل حملات مركزه. وده ان شاء الله الفتره الجايه مع دخول القانون لمناقشته او مشروع القانون اللي احنا مقدمينه لمجلس النواب، هيبقى فيه حملات توعيه مباشره وكمان من خلال التواصل الاجتماعي. وطبعا برنامج محترم زي السفيره عزيزه نتمنى ان يكون شريك معانا في هذه الحملات. اكيد ان شاء الله ان شاء الله، لان هي حملات توعيه فعلا عباره عن سبوت كده او يعني حلقات صغيره جدا بتوعي في دقيقه او في دقيقتين، بتدي مسجز او رسائل للناس انها ازاي تتعامل مع مشاكلها بدون ما تورط نفسها. بالظبط، وده دورنا الحقيقه. ومن خلال احنا يعني المنبر بتاعنا ده او المنصه بتاعتنا او الشباك النافذه اللي احنا بنطل من خلالها على الساده المشاهدين، يعني بندعم حضرتك كل الدعم، ويسعدنا ان احنا نكون جزء ولو صغير جدا في يعني نشر هذا الوعي. انا سعيده جدا والله بالوعد ده، وهعتبر ان يعني ان شاء الله ان السفيره عزيزه معانا في التحالف ومعانا في القانون، وهنبلغ حضراتكم بكل جديد، لان احنا من غير الاعلام مش هنقدر نوصل للناس على بشكل واسع. وطبعا الاعلام دوره في القضايا التنمويه والقضايا الاجتماعيه دور اساسي ومحوري. وبشكركم جدا طبعا للاهتمام بالمبادره. شكرا لحضرتك. بشغلنا. شكرا أستاذة نوال مصطفى رئيس جمعية أطفال سجينات، حقيقة فكرة رائعة، بنشكرك جدا جدا. طيب حابة أقول لكم بقى إن إحنا عاملين النهاردة مبادرة حلوة جدا جدا جدا. المبادرة دي اسمها فرح تفرح. فرح تفرح ده يا جاسي مبادرة الفكرة من وراها إنك أنت تحاولي تسعدي شخص كل يوم. يعني طبعا لو تقدري تسعدي أكتر من شخص يعني خير وبركة طبعا، لكن إن إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نصنع سعادتنا بنفسنا. غير ان احنا بقى نصنع سعادتنا بنفسنا كمان،
يجي اليوم علينا ان احنا نحاول نسعد اللي حوالينا، يعدي علينا كده ايام ساعات الواحد يفكر في الحاجات السلبيه والحاجات دي، لا احنا عايزين ده اسفه، احنا عايزين دايما نركز على الحاجات الايجابيه ونحاول ان احنا نوصل الايجابيات دي كلها، ونعمل تحدي كده ان احنا نحاول نسيب كل حاجه سلبيه ونطلع بالحاجات الايجابيه بس في سبيل اسعاد الناس اللي حوالينا. يعني انا النهارده مثلا قررت ان انا اعمل لكم كيكه ونسفناها واسعدتكم، صح ولا غلط؟ صح. كل واحد يا جماعه لازم يحاول ان هو يفرح اللي حواليه، لان انتوا لما هتفرحوا اللي حواليكم انتوا كمان هتفرحوا. الناس النهارده بقت مهمومه ومسحومه، وايقاع الحياه كده بقى سريع وضغوطات كتيره جدا، فمحتاجين ان احنا ننبسط باي حاجه وباي طريقه. يعني عشان كده احنا قررنا ان احنا نبدا مبادره جديده وهي فرح تفرح، واللي قايمه على جبر الخواطر. يعني ايه؟ يعني مثلا كلمه، حركه، فعل، اي حاجه تقدروا تعملوها، كفايه بس انكم تشوفوا ابتسامه ورضا على وش الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاهم. كمان بالفرح ده نبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد، انت اسعدت انسان وفرجت همه وبسطت نفسك في نفس الوقت، فبالتالي تقلت في ميزان اعمالك الايجابيه. مبادره رائعه انسانيه وبسيطه، وزي ما انت قلتي ممكن يعني كل واحد بقى وقدرته، هل بالزبط. بالاهتمام، هل بالكلمه، هل بفعل مهما اختلفت هذه الافعال. فايه راي حضراتكم بقى تنضموا الينا في هذه المبادره اللي بتنطلق من بيت السفير عزيز؟ طب ايه رايك نبدا اليوم بقى ونبدا تقريرنا النهارده؟ هنسيب مع حضراتكم مع تقريرنا النهارده اللي هيكون عن صباح. صباح سيده مهتمه بالانتيكات، عندها جرامافونات نادره جدا طبعا، يعني الناس الاطفال الصغيرين غالبا مش عارفين يعني ايه جرامافون، فهيشوفوا دلوقتي يعني ايه بقى جرامافون. اسطوانات من التراث الفني لأم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم طبعا من عمالقة الزمن الجميل. شرايط كاسيت أصلية قديمة، اسطوانات سينما كمان من نوادر، افيشات افلام نادرة جدا من تراث السينما المصرية، جمعت كل الحاجات دي. تعالوا نزور محل صباح الانتيكات الفنية ونشوف بقى الماضي الجميل كان شكله ايه ونستمتع بيه، ونرجع مرة تانية مع حضراتكم واول فقراتنا في بيت السفير عزيز النهارده. أنا اسمي صفاء مهتدي، ده اسمي الحقيقي، شهرتي صفاء مزيكا. أول حاجة خالص بقيت أنزل السوق، سوق الجمعة اللي في إمبابة، سوق الإمام، كل الأسواق، كل منطقة فيها سوق، كل يوم يعني يوم محدد في الأسبوع السوق لمنطقة معينة. أنزل أشتري الحاجة من التجار وأجي أظبطها وأصلحها وأديها للي بيصلح وأبيعها. بدات اجيب اسطوانات كتير، بقيت احب الاسطوانات، يعني حبيت الاسطوانات قوي. كوكب الشرق السيده ام كلثوم دي يعني حاجه اسطوره بصراحه. ليها اسطوانات قديمه، ضرب قديم قوي قوي قوي، قديمه اول ما طلعت. عملت الاسطوانات اللي هي التواشيح اللي هي كانت بتاعت ابو العيله محمد، وكانت بتغني مع والدها وكده، نفس اللي حصل في المسلسل، بس الاسطوانات ديت بتبقى قيمتها دلوقتي غاليه قوي. القديم ده مفيش غنى عنه بصراحة، أنا بحس بريحة الدنيا حلوة، الزمن اللي فات ده مش هيرجع تاني. الجراموفونات بداية ما طلعت خالص كانت مثلا أيام الملك، كان طبعا مشغلين سفراجي معين علشان يملى الجراموفون، فده يعتبر أيام الملك دوت يعتبر أقدم جراموفون. تمام. في بقى بعد كده يعني زي الموديلات، بعد كده تطورت بقى اللي يعمل شكل، يعمل شكل تاني، يعمل كذا، يعمل موبيليا. في جراموفونات نص كومودينو اللي هي الصغيره زي اللي ورا ده، في جراموفونات كومودينو كبيره موبيليا. عندي شرايط كاسيت عبد الوهاب وام كلثوم، مجموعه كبيره قوي لام كلثوم بالعلبه مكتوب عليها صوت القاهره، بالسلفانه بتاعتها ما اتفتحتش. في الافيشات السينما دي، في افيش اسماعيل ياسين، في افلام اسماعيل نجيب الريحاني. الافلام القديمه قوي ديت هي مش متداوله كتير، الافيشات بتاعتها مش متداوله كتير، بس انا بعرف اجيبها. في ناس كتير قوي 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 عايشه الزمن القديم ده على فكره، اللي هم المفروض بيجوا يشتروا مننا الحاجات دي،
بس من رايي انا ان انا اقول للناس كلها من فات قديم وتاه، من فات قديم وتاه، دي حقيقه. اللي ملوش قديم ملوش جديد، واللي ملوش خير في قديمه ملوش خير في الجديد خالص، لان القديم ده احنا عايشين عليه لحد دلوقتي، احاسيسنا ومشاعرنا عايشه عليه لحد دلوقتي، واتمنى ان هي ترجع ولو لحظه واحده. حضراتكم طيبين. طبعا احنا بقى في فصل الصيف رسمي فهمي نظمي، فما فيش احلى من الوصفات الطبيعيه اللي بتبقى في مطبخ كل واحده فينا بالمكونات الطبيعيه اللي فيها، اللي بتكون مفيده جدا جدا ويكون ليها اكتر من استخدام نقدر نستفيد بيه. يعني ممكن حاجه واحده او عنصر واحد يبقى مفيد للجسم وكمان للشعر وكمان للبشره. عشان كده النهارده في فقرتنا عندنا روتين سهل جدا وممتاز جدا لجمال كل سفيره عزيزه بتتفرج علينا النهارده، ومعانا ضيف عزيز منور بيت السفيره عزيزه الاستاذ حسام المراغي خبير العنايه بالبشره والشعر. اهلا بيك. اهلا بيك يا حضرتك. منورنا. الله يخليك حسام. انا سعيده جدا انك انت موجود معانا النهارده. وزي ما جيسي كانت بتقول ان مفيش عنصر في المطبخ الا ما بيكون فيه يعني مفيد لينا، سواء اكل او عنايه بالشعر او بالبشره. انا بقى من الحاجات اللي لفتت نظري هنا كده اللي موجوده على الترابيزه البيض. البيض ده يعني حاسه انه مش عادي ان الناس كلها تتقبل ان هي تستعمل او تستغل وجود البيض اللي بيكون موجود في المطبخ عندنا في كل ثلاجه ان هي تعمل بيه حاجه تكون مفيده للبشره او للشعر. فعايز اعرف ايه السر. بص يا ستي، تقيل يعني شيء تقيل شويه. هو غني بروتين. بروتين الشعر يعني هو حلو جدا 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 للشعر والبشره. وهقول لكم ميزه البيض في ايه، ان هو حاجه بسيطه جدا وموجوده في الثلاجه. انا النهارده قررت ان احنا هنفتح الثلاجه هنشوف ايه اللي فيها ونعمل حاجه. البيض فيه حاجه اسمها البروتين. اوكي، البروتين هو موجود في الشعر بنسبه كبيره جدا جدا، حاجه اسمها كرياتين. خلاص، فاحسن حاجه ليها البروتين، لان كل بيضه حوالي فيها 8 جرام بروتين. البروتين بيعمل ايه؟ البروتين بيخلي فيه الشعر ناعم جدا جدا، هيلثي قوي قوي، علشان فيه ماجنيسيوم، فسفور، فيه فيتامين اي ودي وفيتامين بي 2 و6 و7 وبي 7 ده تحديدا مسؤول مهم جدا 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 انه يخلي الشعر سوفتن كده وناعم جدا جدا ويقوي الشعر قوي. سؤال قبل ما تكمل، البيض لما تيجي تتكلم على البيضه، البياض والصفار مع بعض؟ كنت هسال نفس السؤال. سبقتك. ده اللي انا هقوله، ده اللي انا هقوله. البياض والصفار هو اللي انا بقوله، ان كل البروتين اللي موجود موجود في البيضه، بس لازم نفصل الصفار عن البياض. أوكي. البياض بيعمل ايه؟ البياض بيشد البشره بشكل غير طبيعي. بشكل غير طبيعي، بس المهم ان هو يتعامل صح. ما ينفعش خالص خالص تجيبي بياض البيض وتحطيه على بشرتك وتتكلمي مع صاحبتك مثلا. لازم احط عليه حاجه؟ لا، هو زي ما هو كده. بتغسلي وشك بشويه ميه، ما ينفعش تحط على الوش ناشف. وتاخد بالك كويس جدا. الند يعني ولا رطب؟ رطب. اوكي. اوكي، وما ينفعش يتحط تحت العين خالص. خلاص، لان هو بيشد جدا، ولو اتحط عليه نشا يبقى رائع. انا بفصل الصفار عن البياض وابتدي احطه على الوش، وطبعا اللي بيتحط على الوش بيتحط على الرقبه. خلاص. البيض ونتفادى منطقه العين. وتتفادي منطقه العين. وطبعا تبقي قاعده صنم. صنم ليه بقى؟ لانك انت لو عملتي حركات تعبيريه وبياض البيض موجوده ممكن يعلم. يا نهار. فدي حاجه مهمه جدا. فطبعا البيض كويس جدا جدا، وفي حاجه اسمها السيلينيوم. السيلينيوم ده من اكثر الحاجات الرائعه انتي ايجنج، او مقاومه للتجاعيد ومقاومه للشيخوخه. وده موجود فيه. فمعلش، عايزه كرتونه بيض بالظبط. ويتعمل مره في الاسبوع. الناس ما تبقاش اوبسست بيه، يتعمل مره في الاسبوع. ويفضل صباحا ولا مساء؟ لا، مش فارقه، مش مهم. اهم حاجه يعني اقصد ليه، لان لو الصبح انا هخرج ممكن احط ميك اب، بالليل ممكن. لا لا، يبقى بعد. عايزه اقول تاني ان في فيتامين A و D و E و K. بصرف النظر الفيتامينات دي بتعمل ايه، بس انا عايزه اقول لكم ان اكيد البشره محتاجه فيتامين A طبعا. اللي بينور الوش. فيتامين K اللي هو بيعمل الترطيب الطبيعي. فيتامين B اللي هو بيعمل اعاده خلايا الجلد. في بقى الفسفور، في البوتاسيوم، في المغنيسيوم، في السيلانيوم اللي هو حاجه انتي ايجنج. ده كله في البيضه اللي بتبقى موجوده في الثلاجه. هنعمل ايه؟ هنغسل وشنا بشويه ميه. أيوة. يبقى مندي. هناخد كده بايدينا طبعا بعد ما تبقى نظيفه جدا، نعمله بحركات دائريه. نقعد ما نعملش اي حركه تعبيريه خالص. طيب لفتره قد ايه؟
بتسيبي الحد لمده 3 أو 4 دقائق بس لان هو بيشد قوي وما تنسوش تعمله على الرقبه على دلوقتي حالا بعد ما تخلصوا الحلقه روحوا جربوها. هنعمل كده طبعا. الرجاله اللي ما عندهاش ده ممكن تعملها بفرشه الحلاقه. الستات بفرشه المكياج، بلاش بايديكم فرشه والفوق. طبعا احنا قلنا لتحت ده غلط جدا. صح. لان تحت ده مع الشد جدا هيعمل لي خطوط. لفوق وده مناسب لاي نوع بشره؟ مناسب لاي نوع بشره، وطبعا رائع للبشره الدهنيه بصفه خاصه لان هو بيشد جدا. حاجه مهمه جدا عايز اقولها. طب ده البياض. بصي بقى الصفار. ما بنرميش حاجه. الصفار حلو. انت عارفه من اكتر الحاجات اللي بتنعم الشعر جدا خاصه المسبوغ والمتبهدل والمقصف والمتدمر ايه؟ المايونيز. والمايونيز عباره عن ايه؟ عباره عن البيض والخل وزيت الزيتون. فاحنا صفار البيض بقى بتاخديها وتقومي عاملاها كويس جدا 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 تضربها؟ كويس جدا. ممكن تحطي نقطه زيت جنين قمح. ليه جنين القمح؟ جنين القمح او الويت جيرم اويل هو سورس طبيعي لفيتامين اي، فممتاز للشعر. هنقلبهم الاثنين كويس جدا جدا على بعض وما تقلقوش، ما دام فصلنا الصفار على البياض الريحه مش هتبان. دي بقى هي دي نقطه مهمه جدا. دي الريحه مش هتبان. وعايزه اقول لكم ان في كونديشنرز كتير جدا 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 السيدات بيستخدموها باللي هو المايونيز بس فقط لا غير. انك انت بتستخدم ممكن تخلط الكونديشنر انا مامتي كانت بتلعب معايا كده صغيره، كنت بعوم كتير فشعري طبعا شعري طويل فبكلور بقى وسباحه كان بيبقى تعبان جدا. مايونيز وبياض صفار البيضه وكونديشن وتتقلب وتتعمل كريم ويتحط على الشعر طبعا بيبقى تحفه. بس مش على فروه الراس. لا مش على فروه الراس. ومعلش الشيء بالشيء يذكر، الناس اللي خلاص بقى الصيف ابنك او بنتك اللي بينزلوا البحر او كده لازم يستخدموا زيت جوز هند قبل ما ينزلوا. ليه؟ زيت جوز الهند بيخلي الميه تقع ما تدخلش تتزحلق ما تدخلش. فدي حاجه مهمه جدا. نقطه واحده. طيب مش كتير يعني. لا نقطه ما نغرقش الشعر. نقطه واحده. اي حاجه دايما انا دايما اقول اي حاجه كل ما تبقى اصغر كل ما تجيب النتيجه الاحسن. صح. بلاش نزود. سؤال بقى مهم جدا. ماشي. في الصيف ليه مهم ان احنا نستخدم او ايه هو الصن بلوك؟ ده مهم قوي 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 السؤال ده. خلاص لان الواحد بيبقى مش فاهم يعني في حاجات خصوصا انواع الميك اب بيبقى مكتوب عليها اس بي اف مثلا ورقم معين ويقول لك ايه بس ده لا ده مش بديل عن السان بلوك. انا بالنسبه لي الاثنين واحد. لا يعني ايه اس بي اف؟ عندك اس بي اف وعندك سان بلوك وعندك سان سكرين. اس بي اف يعني ايه؟ اس بي اف يعني سان بروتكشن فاكتور. يعني ايه بالعربي؟ يعني عامل الواقي من الشمس، يعني حاجه بتقي بشرتي من الشمس. البلوك هقول لك الفرق. بيبلوك بيمنع. طيب. بيمنع الشمس. تمام. الاس بي اف الرقم. يعني ايه الرقم ده؟ بص يا نهى، احنا لو قعدنا دلوقتي في الشمس من المفترض خبراء او البيوتي اندستري او خبراء التجميل او كل الناس بيقول لك علشان يبتدي بشرتك تحمر او تلتهب بتاخدي 10 ثواني. بتاخدي 10 ثواني. بتبدا من اول 10 ثواني. فلو انا استخدمت الكريم ده بيقعد تقريبا 300 ثانيه علشان بشرتي تحمر. فقال لك 300 ثانية على 10 ثواني يعني 30. يعني اس بي اف 30. برضو مش فاهمة يعني ايه 30. يعني 30 يعني 30 في 10 دقايق ب 150 دقيقة. يعني انا لو حطيت الكريم ده 150 دقيقة او ساعتين ونص بشرتي مش هتلتهب من الشمس. فحطوا ده لولادكم علشان بشرته ما تلتهبش بسرعة. فده الرقم. يعني 50 في 10 دقايق 500 دقيقة. يعني لو انا حطيته هقعد 500 دقيقة من غير ما بشرتي تلتهب. ده معنى الرقم علشان تعرفوا انتوا بتجيبوا ايه. يعني بعد ال 500 دقيقة المفروض اعيد احطه تاني على بشرتي. الله ينور عليك. فعندك 15 وعندك 30 وعندك 50. ده الاساس. وفي 100 كمان. وفي 100 نفس هي نفس المعادلة. بتشوفي انت بتقعدي اكتر قد ايه في الشمس. ده الرقم علشان تبقوا عارفين. ماشي. عندك سان سكرين جاية من اسمها. سان يعني شمس، سكرين يعني شاشة، يعني بيحجب بيعمل زي سكرين. نفس فكره السان بروتكشن فاكتور. السان بلوك بيخلي بيبلوك بقى فبيرفلكت الشمس نفسها ان هي ما تجيش على بشرتك وتروح في حته تانية خالص لوقت طويل. حاجه مهمه جدا السان بلوك او السان بروتكشن بيحمي البشره من حاجتين مهمين قوي قوي. حاجه اسمها الترا فايلوت اي والترا فايلوت بي. يعني ايه ايه ويعني ايه بي؟ لان ده بقى مهم قوي. ايه يعني ايجنج؟ يعني 90% ومش باكزاجيريت 90% من التجاعيد اللي في بشره اي حد بسبب الايه؟ الالترا فايلت ايجينج. يعني كل اللي حوالينا التجاعيد 90% منه من الايجينج. يعني معنى كده ان جدتك وجدتي وجدتك زمان ما كانوش بينزلوا في الشمس ولا بياخدوا تان ولا سان بادز ولا الكلام ده. تحس ان بشرتهم كلها وحتى نضره جدا بسبب الشمس. اوقف ولا اكمل؟
لا لسه قدامنا يعني ربع. طب انا رايي لا عشان ما نبقاش قطعنا نطلع صح. فاصل قصير ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم. ومعانا النهارده وسام المراغي خبير العنايه بالبشره والشعر خاصه واحنا بقى في عز الصيف. ولسه مكملين مع حسام المراغي خبير العنايه بالبشره والشعر. وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن تعرضنا للشمس بما اننا في عز الصيف والمصيف خلاص على الابواب، فكنا بنتكلم عن الواقي عن الشمس، وكمان بنتكلم على الدرجات واظن حرف الاي والبي. اتكلمنا عن الاي، البي بقى الايه؟ احنا قلنا الايجنج، قلنا 90% من اللي هو الشيخوخه او ظهور علامات الشيخوخه المبكره دي بسبب المبكرة. الشمس، فخدوا بالكم دي حاجه. البي اللي هي البيرن اللي هي الحروق. طب انهي اكتر حاجه 95% من العالم؟ الايه ايجنج. اوكي، لان الايه ده وانس ان انت قعدتي في الشمس والشمس اخترقت بشرتك اللي هي من الساعه 10 للساعه 4، الحاجات دي كلها بتدخل جوه حاجه اسمها الابيديرمس اللي فوق واللي في الوسط واللي جوه بتعمل المشكله دي كلها. بس الايه دي تراكميه اكيد يعني على مدار الايام والسنين طبعا. البي لا، البي لا، البي لا. البي بقى اللي بتعالجها ده خدي بالك ده عكس ما الناس كلها متخيله، السان بروتكشن خلاص. أوكي. مش الايه، مش اللي بيعالج التجاعيد انك تحطي، لا، لان الشمس هتبقى مضره دلوقتي المنتجات الموجوده في الصيدليات وفي البيوتي ستورز بيقول لك ان في حاجات بتعالج او بتحمي الاي والبي، فلازم نقرا، لان انت كده ولا كده هتدفعي 10 قروش في ده وهتدفعي 10 قروش في ده. فاقري وهتلاقي حاجه اسمها برود سبيكتروم مثلا، هتلاقي حاجه ده مش ماركه هي مكتوبه كده، هتلاقي حاجه بيحمي من اشعه يو في اي ايجينج بلس يو في اي بير. ايوه هاتي تحفه، هتدفعي هتدفعي فهاتي. وطبعا للاطفال مهمه جدا. اتحرقت اوكي، طلع لي تجاعيد. طيب اكيد كله. في حاجات طبيعيه ممكن تعالج المواضيع دي. خلاص بصي بقى يا ستي، الموز من اكتر الحاجات انتي رينكل فايتر، يعني محارب للشيخوخه. كاكل ولا كاستخدام؟ لا لا للبشره. كاستخدام كاستخدام أوكي. للبشره. في بوتاسيوم، في مغنيسيوم، في منجنيز، ممتاز رائع. ايه اللي احنا بنعمله؟ هتساعدينا ولا خلاص بقى ولا مفيش وقت؟ لا فيه. احنا هناخد نص موزه ونهرسها كويس قوي 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 قوي. هتعرفي خلاص او ممكن لا انا جامده جدا. طب معلش بقى دي ايه على بال ما اقشر الموز؟ حلوه مستعجله على ريحه الموز. انا مش معقول نخلص الموز كل حاجه ونخلص السنين. طيب نعمل بيها ايه فرشه السنين دي؟ هقول لكم، احنا دلوقتي اتكلمنا على الشعر فيما يخص صفار البيت صح؟ والبياض قلنا للبشره مظبوط. وبنتكلم دلوقتي على الصيف والتجاعيد والحاجات دي كلها، على فكره بنتكلم طبعا سفيره عزيزه بس ولاد وبنات مفيش مشكله. هناخد الموزه ونهرسها كويس جدا. هننزل تحت شويه خلاص، احنا كده بنتكلم على البشره. هننزل تحت العين، منطقه العين، منطقه العين قلنا نبعد عنها تماما واحنا بنستخدم بياض البيت بالظبط. تمام، منطقه العين شايفين ده خيار مبشور خلاص، علشان مبشور تحت مبشور ومضروب يا حسن. مبشور بس مبشور، فلما انت بشرتيه وسبتيه شويه اخد الميه بتاعته طيب ده بقى انا ممكن اعمل ايه؟ ده رائع لو اي حد حصل له سان بيرن اللي احنا بنقول عليه او الاحتراق من الشمس. بيتحط في التلاجة اهو، ونبتدي ناخد بالقطنة عليها ونعملها على البشرة. بيبقى ممتاز للبشرة وفيتامين كي رائع، وهو ده هو ده بالظبط علاج الحروق. من العلاجات اللي موجودة اللي هي بترطب ورائع لتحت العين. ده الطريقة دي بالظبط، مش الطريقة ان انا اجيب معلش ازاي رائع تحت العين؟ يعني انا اعمل ايه؟ احطه تحت عينيا ازاي؟ بصي بشره اهو بشره وسابه هو الميه بتاعته تنزل. انا هقول لك شايفه مش دي منديله عندك؟ اهي كده اهو، بعد ما اكون حطيناها في التلاجة شايفه دي كده؟ شايفه دي كده؟ خلاص اهو اهو يا ستي، اخدت الميه بتاعته، السورس بتاعه كله الميه بتاعته، ده اخدت السورس خلاصة فيتامين اللي موجوده جوه الخيار وحطيتيها تحت عينيك. انما في ناس كتيره جدا 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 بيعملوا ايه؟ بياخدوا الخيار يقطعوها شرايح وحطوها على صح. مش هتعملش حاجه الطريقه دي هي الطريقه وبس لتحت العين ولا لبقيه البشره؟ لا لبقيه يعني البشره. انا ساعات مثلا ابقى بقشر خيار اقول ايه، طب ما بدل ما ارمي القشره اقوم اقعد ايه امسح بيه وشي. لا برافو عليكي، لا لا صح 100%. سؤال، الخيار والبطاطس بيقولوا ان هو بيعالج ممكن الهالات السوداء وكمان الانتفاخات اللي ممكن تكون تحت العين. بصي انا هقول لك على حاجه، هو مش هقدر اقول ترمينولوجي او مصطلح بيعالج. اوكي بيروق. اوكي بيروق. في ناس اللي هي ما بيبقاش الوراثه هايل، في ناس اللي هي ما بيبقاش الوراثه ده اللي بتقعدي قدام الكمبيوتر قدام الاضاءه الحاجات كده بيروقها بشكل غير طبيعي. عايز اقول لك المعلقه دي، المعلقه نوعها لو حطيتيها في الفريز
وبعد كده قبل ما تروحي فرح او ايفنت او اي حاجه وعملتي كده دي تريك ممتازه رائعه كده كده لاي حاجه ماتل ولاد وبنات وانتفاخات وسواد وكل حاجه والكراوس فيت وكل ده للحاجه الساقعه جدا اما بتعمليها كده بتروق قوي شايفه طريقه سهله جدا معلقه في كل بيت في كل بيت في العالم كده خلاص وتاخدي المعلقه الثانيه وتقومي عاملاها لازم تاخد ثلجيه حالا تاخد ثلجيه يا حسام الثلج كويس بس تضمني تضمني ان هي ما يبقاش بشرتك حساسه قوي خلاص ممكن يلهبها ولو انت حساسه نص نص كده ممكن تحطيها جوه قماشه وتبتدي تمشيها اوكي طيب تمام احنا دلوقتي فرشه السنان من فضلك هقول الموز هقول الموز ده دي حاجه سهله الموز خلاص احنا هرسناه كويس قوي 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 بعد ما نهرسه كويس جدا نهرس اكتر اكتر لحد ما يبقى عامل زي ما كان بناكل طفل اوكي يتهرس كويس قوي يبقى زي البيوري زي البيوري بالظبط نحط عليه نقطه زيت زيتون وابتدي بقى بحركات دائريه احطه على بشرتي بس اكتر من 3 4 دقائق اوعوا ليه بقى؟ عشان لما بتسيبي الموز بعد ما يتقشر بيسود الله ينور عليكي بيأكسد احنا مش عايزينه يتأكسد على البشره فثلاث دقائق بالظبط ونمسحه بكلاث كده دافيه باي منديل باي منديل او اي طب لو عصرنا عليه ليمونه الليمون كويس بس خدي بالك ان في ناس بتبقى حساسه جدا جدا من الليمون جدا ويبقى ممكن يلهب البشره الاسيديتي فيه بتبقى عاليه قوي اوعوا 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 تحطوا ليمون دايركت على البشره اوعوا 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 تستخدموا خل التفاح على البشره دايركت لوحده اوعوا تستخدموا الكركم لوحده على البشره القرفه كارثيه على البشره لوحدها اربع حاجات اوعوا لوحدها القرفه الكركم الليمون خل التفاح تحفه بس مع حاجات فرشه السنان بقى دي بقى حاجه سهله جدا ولذيذه قوي وعايز كل الناس يعملوها سبيشلي اللي بيشربوا سجاير رجاله او بنات دلوقتي فين زيت الزيتون هاخد كده معلقه زيت زيتون معلقتين زيت زيتون كده حلو اوكي لازم زيت زيتون مش اي نوع تاني زيت زيتون زيت انا بحب زيت زيتون او زيت او زيت جوز هند معلش هاخد كده ده سكر مطحون اوكي اوكي سكر بودره لا سكر مطحون كده وهبتدي بقى في ده لان في ناس كتيره جدا 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 من البنات او الولاد بيبقوا عندهم مشاكل في الصيف ان شفايفهم كلها بتبقى لونها مش حلو خالص تبقى مشققه فبعمل كده احنا قدامنا قد ايه وقت؟ يعني مش عارفه بالظبط طب اهو مش يعني اعمل مش كتير اهو ابتدي اعمل حركات دائريه كده طيب. على الشفه في حاجه بس لازم اعملها مهمه جدا اوكي اني بعملها يا حركات دائريه يا رايح اوعوا تعملوها رايح راجع يا رايح واقف اوكي رايح اتجاه واحد رايح واقف طبعا اللي رايح جاي ده بيعمل تجاعيد ممكن بيعمل تجاعيد وعلى فكره انا ممكن بعد ما اخلص كده خلاص ابتدي بده بس طبعا ابقى منظف كويس جدا ابتدي بالفرشه دي اعمل المنطقه دي كلها بحركات دائريه لفوق بالفرشه انا بعمل سكرابنج بدل بقى بروح اجيب الفرشه اللي ب 1000 جنيه ولا ب 2000 جنيه ولا ب 500 او حتى ب 100 فرشه سنان بقى معامل كده وحركات دائريه اسالوني كده اي سؤال طب الفايده بقى من الحركات دي ايه والفايده من المكونات دي ايه أوكي. السكر المطحون بزيت الزيتون السكر سكرابنج او مصنفر حلو جدا 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 أوكي. ليه مطحون علشان خاطر ما يبهدلش البشره لان السكر العادي السكر العادي ممكن يلهب بعض ممكن انواع البشره يجرح بالظبط باخد ده وزيت الزيتون علشان خاطر يطريها اكتر واكتر باخد ده ازاي استخدم صنفره صح علشان طبعا الصنفره قبل ما اعمل تان للناس اللي عايزه تعمل تان مبهر تحفه بيعمل ليه لان انت بتهيئي بشرتك ان هي تستقبل الشمس فتاخدي لون تان كويس ده للناس اللي بتحبه وطبعا من 10 ل 4 بنقول لا بعد ما بعمل الحركه دي ممكن اعملها مرتين في الاسبوع بيروق جدا جدا اللون بتاع الشفايف بيعمل سكرابنج وبيخليها طريه بشكل غير طبيعي محتاج اعمل سكرابنج للمنطقه دي تحديدا لا انت المفروض تعملي سكرابنج للبشره كلها بس انا بقول بما انك انت بتستخدمي ده خلاص ممكن تعمليها حواليها وتعمليها كمان لفوق انتوا عارفين ازاي بنستخدم اي حاجه على بشرتنا احنا عارفين ان هي لفوق لفوق كله وده حرف او اوكي وده تي وتحت العين طبطب طبطب من بره لجوه اهم حاجه من بره لجوه ما تعكسوش لا ورينا دي ازاي لان ناس كتيره ممكن ما تبقاش عارفه طيب بصوا بقى كده ايوه اعملوا معايا يلا اعملي كده 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 خلاص ايوه انزلي ده كده كده زي ما انا بعمل بالظبط وتطلعي لفوق مع الزيت بتبقى سهله قوي تطلعي لفوق ايوه كدا. وريني كده نوع ايوه وتطلعي كده هي ده الطريقه البرفكت اللي احنا بنعملها طب انا حاسه ان انا مش قادره اعمل الحركه دي عشان ما فيش زيت ما فيش نقطه زيت بس هي كده وتقومي عامله كده دي ممتازه وده زي ما احنا بنعملها كده وده حرف الدال وده حرف
التي. وطبعا ما ننساش من الودن هنا الودن هنا لفوق كده. وطبعا اي حد معلش انا اسف انا قلتها قبل كده هنا وهقولها تاني، اي حد بياخد دش غلط جدا 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 اما نيجي ناخد دش نعمل كده. ده ليه؟ لا المفروض تعملي كده وتقفي كده وتقفي. أوكي. رايح راجع يعمل لك تجاعيد. وان دايركشن وان ايديكي وان الجلد يساعد يروح. ايوه وان دايركشن الايد وان دايركشن الرجل وان دايركشن البطن والجناب سيركيليشن سيركيلر. ولكن حتى الايد والرجل ما ينفعش تبقى سيركيلر، ممكن سيركيلر لفوق. اوكي بصي حركه دائريه يعني. بصي بصي يعني هو والفوق عكس مش منزلش عكس الجرافيتي. طبعا دايركشن واحد بس. طب احنا سمعنا نعناع هنعمل بايه؟ النعناع ده رائع انك انت بتستخدميه زي الشاي. اوكي بتحطيه زي الشاي وتاخدي الميه بتاعته وتعملي كمادات تحت عينيكي، ولو ساقع بقى بيطلع كل الارهاق وكل اللي انت بتحبيه. احلى حاجه نختم بيها فقرتنا النهارده. شرف ليا. احنا بنشكرك جدا يا حسين، الحقيقه كلها معلومات مفيده جدا وكلها حاجات سهله جدا، كلها حاجات موجوده جوه الثلاجه بتاعتنا، يعني مش محتاجه اي تكلفه ولا اي حاجه زياده. نورتنا. نور شرف. هنطلع فاصل قصير ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم بقى وفقرتنا يوم الثلاث فقره الموضه. ودلوقتي وصلنا لفقرتنا الاسبوعيه المفضله وهي فقره الفاشن. النهارده هنتكلم فيها على خط ازياء او ملابس الكاجوال الريدي تو وير. حقيقه ان اغلب الستات وخصوصا اللي بيكون يومهم دايما مقضين اليوم كله بره ومش عارفه مستعجله ومش عارفه تلبس ايه، بتحب دايما يبقى عندها قطع كده ملابس جاهزه سريعه، يعني تفتح الدولاب تلبس القطعه ويا دوبك تحط عليها الشنطه والجزمه وتنزل جري، وكمان ما تشيلش هم الجو سواء كان حر ولا كويس، يعني زي الحمد لله الحمد لله ان الجو اتحسن شويه، عشان في الغالب الموديلات دي بتكون بتتميز بقماشه مريحه جدا وفي الوقت نفسه مناسبه للجو. النهارده هنتعرف على كولكشن جديد لطيف معمول مخصوص للصيف من موديلات الريدي تو وير مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده ساره مجدي، اللي انا كان ليا الحظ والشرف ان انا البس من تصميمها في رمضان اللي فات. معانا ساره مجدي مصممه الازياء، اهلا بيكي يا ساره. اهلا بيكي. وانا اللي هي الحظ بصراحه. ده حظي انا. انا سعيده ان انت معانا النهارده، وعلشان كمان انا اتعرف عليكي وتقولي لنا بقى القصه وراء ساره مجدي. اولا اتجاهك الى مجال تصميم الازياء، انا عارفه دي مش اول كولكشن ليكي، ولكن كولكشن بقى ايه تراكميه، يعني حاجه ورا حاجه ورا حاجه. مظبوط. هو انا كنت في فنون جميله. اوكي تصميمات. فانا حابه الموضوع من زمان قوي، يعني ليا سكتشات من مثلا من زمان من قبل ما ادخل الكليه، وانا ليا تصميمات سكتشات رسم يعني، وكنت ومامتي لحد دلوقتي محتفظه بيها. فلما شفتها اتفاجئت اللي هو ايه ده، انا من زمان قوي حابه الموضوع. بس لما خلصت اتجهت لشغل تاني خالص. بعد كده جوزي وعيلتي اصروا ان انا اتجه لده، انت تالنت في ده فارجوكي يلا. كنت خايفه جدا، وبعد كده نزلت اخدت كورسات اكتر. بعد كده ابتديت قرايبي وصحابي وكانوا بصراحه سبورت جدا ليا، لقيت الموضوع بقى بينتشر وناس اللي هو انا حد شايف ده فاحنا عايزين، طب يا جماعه يلا خلاص نعمل براند واسم وكل حاجه. لقيت بقى اول ما عملت ده بصراحه لقيت اعجاب من ناس كتير جدا، ناس كتير قوي بتتكلم واوردرز بقى وعايزين ده وعايزين ده وعايزين ده. بعد كده بدات بقى اهتم بالموضوع اكتر، وايه وقت واخدتيه بقى بروفيشنال بالظبط. بالظبط. نزلت اخدت كورسات تانية. خدتي كورسات في ايه بالظبط؟ يعني انت دارسه فنون جميله بالظبط وقسم تصميم، ولكن هل مثلا اخدتي كورسات في الباترون؟ في الباترون طبعا طبعا، ده اول حاجه اخدت فيها. الناس اللي هي بتبقى مش ما عندهاش باك جراوند تصميمات وكده ممكن ياخدوا تصميم وسكتش ودراسه الوان، بس انا عشان كان عندي باك جراوند فما يعني ما خلاص انا دي عندي. اخدت بس الباترون، طلع حاجه صعبه مش سهله خالص. انا كان اعتقادي بنرسم الرسمه الدراس على القماشه وبنقص، يعني ده كان اعتقادي. لما اول ما نزلت بقى واخدت الكورس لا يعني الموضوع كبير مختلف. يعني فكره ان انا اوقف حد قدامي واخد له المقاسات دي
كبيره يعني ممكن طبعاً. ناخد المقاسات في ساعه كامله عشان اعرف مقاس اللي فوق ومقاس اللي تحت ومقاس كل حاجه بقى. كمان احنا كنا دارسين في الفنون جميله دارسين اناتومي برضو تشريح فبرضو سهلت عليا يعني أكيد. سهلت عليا الموضوع. بس الكولكشن كل كولكشن بيكون ليها تيم معين انت بتبقي ملتزمه بيه هو اللي بيبقى المنظر الهام بيبقى اول حاجه الحاجات الترندي اكتر هي دي شويه اللي بتاخدنا بتشدنا ليها غصب عننا. يعني في الوان انا بجد مش بحبها بس تلاقي في كولكشن مثلا نازل الالوان كلها اللي انا مش بحبها وهي اللي بتتاخد لان هي بتبقى خلاص ترند. هي يعني موضة السيزون ده مثلا هتلاقي الساحل كله جرين واورنج وكان مثلا من سنه كان الليلا كان لو منتشر جدا وفي ناس كتير قالوا ده هتكمل معانا. لا ما كملش معانا كمل معانا الاورنج والجرين دول اكتر لونين السنه دي هم الترند. او لابسه الجرين اهو منور جدا تحفه يعني. انا عامه الاخضر بحبه سواء حلو حلو قوي بصراحه لانها يعني حلو جدا بتبقى حلوه على اي حد كمان بصراحه هو لطيف قوي يعني. طب اشمعنى اخترتي انك انت تعملي كولكشن ريدي تو وير؟ يعني في ناس بتعمل حاجات مثلا كاجوال في ناس بتعمل حاجات فورمال كوكتيل ايفنينج وير. انا الريدي تو وير الكونسبت بتاعه نفسه هو اللي مخليني اتجهت له. اوكي اول حاجه الريدي تو وير هو عكس التيلر ميد. زمان قوي كنا لازم كل واحده تروح للترزي بتاعها صح. ياخد مقاساتها ويروح بروفا. زمان كانوا برضو بيعملوا زي ما انت عامله دلوقتي كده هو اللي هي الام وبنتها بيبقوا لابسين زي بعض بيجيبوا نفس القماش اخوات بس على او حتى الاخوات يعني بالظبط. في حاجه بس هو ده لاين جديد لسه نازل الكيدز فحبيت ان هو اول مره ينزل معاكم انت يعني حتى لسه ما نزلش الشوت بتاعته. لا حلو لانه هو ده ايه؟ قطن؟ قطن مطبوع هو كل اللي بيتبع في الوقت الحالي ستان عارفه يعني هو شيء بيدي شويه زي الباتيك. ايوه من بعيد كده تحسي صح؟ مظبوط. لا انا اكتر حاجه عجباني كمان ان هو مناسب لسنهم. هو يعني ما هماش عارفه اللي هو في ساعات تلاقي اطفال لابسين حاجات كباري شويه ده مش كباري بالعكس ده حلو جدا. لا كيدز بالظبط ده الكونسبت بتاع الكيدز حلو قوي. والخامه كلها قطن كل حتى ده البنطلون والتوب كيتان الجامب سوت والكيمونو ده قطن مطبوع حلو قوي. وانت اللي بتطبعيه ولا بيبقى جاهز؟ لا في حاجات بنشتريها جاهزه وفي حاجات بيبقى في ديزاينر هو اللي مسؤول ان يقرا افكاري وافضل اشرح له واجيب له حاجات شبه اللي انا عايزاها وحاجات بعيده عن اللي انا عايزاها وهو اللي في الاخر يديني ديزاين الباترن نفسها وانا بقى ممكن اعدل في الكالرز اعدل أوكي. في التصميم نفسه بعد كده بنروح لمطبعه بيطبع لنا ده على تواب قماش وبعد كده بنبدا بقى التصميمات بقى بس يعني زي مثلا الانسامبل اللي انت لابساه او الجامب سوت اللي انت لابساها دي انا عارفه انها من تصميمك مظبوط ولكن اختيارك للالوان وكده ولا كانت قماشه جاهزه؟ لا الباترن دي كانت قماشه موجوده يعني دي انا مش الديزاين الباترن انا اللي عاملاها لا انا لقيت القماش نفسه موجود كده وعجبك فاخدته. بالظبط يعني فاخدته وفضلت افكر بقى ايه الديزاين يعني انا في الاول خالص اول ما شفتها قلت دي هتبقى سكيرت مربوطه كده عليها توب من فوق هتبقى حلوه قوي بعد كده لا دي بنطلون حلو. عايزه اقول لك ان انا ممكن اجرب حاجات كتير يعني ممكن اجرب التوب والبنطلون والسكيرت والجامب سوت توصلي للتصميم النهائي الاقي يعني بقى ان دي احلى حاجه هي بيرفكت وناجحه قوي مع الجامب سوت فخلاص هي دي اللي تطلع للشوت وهي دي اللي تطلع للناس تشوفها. لكن ممكن بنفس القماشه تعملي اكتر من قطعه يعني ممكن تعمليها مثلا جامب سوت وتعمليها بنطلون وتعمليها كيمونو ممكن بس كل واحد يلبسها اكتر يعني في الساده هو الموضوع بيبقى الطف لان انت ما بتحسيش ان الحاجه متكرره. في ناس ما بتتضايق من التكرار اللي هو ايه ده هي ليه معمول منها كذا وكذا وكذا. في ناس بتحبش كده بس في ناس بتحب ده عادي يعني طبعا. لكن المنقوش ما بيبانش خالص ان انت عامله منه حاجه يعني عامله منه توب ولا عامله منه بنطلون لا ما بيبانش خالص يعني. طب انا بشوف كمان ان اهم من اللبس ازاي تلبسيه. يعني مظبوط الستايلنج عليه عامل مهم جدا في نجاح اهم حاجه بصراحه. بالظبط كده. فعايزاكي تقولي لنا انت ازاي بتوظفي كل قطعه من الدولاب بتاعك او من تصميماتك انك تعملي لها ستايلنج بحيث انها تبقى مناسبه لاكتر من مناسبه. اوكي انا مثلا قبل ما ابتدي خالص الفاشن ان انا اعمل تصميمات وكده كنت بجيب قطعه اوكي
وبلبسها كتير جدا وفي اوقات مختلفه، يعني ممكن البسها الصبح وممكن البسها بالليل، بس هو بس الفكره أكيد كلها كل واحده فيهم بطريقه مختلفه بالظبط في الستايلنج بتاعها. يعني عندك الشيرت الوايت شيرت ده ممكن يعني يتلبس في النادي، اوكي ممكن يتلبس بالليل لو حطيتي بلت عريض ولبستيه على طالو انت خلاص هو بيبقى طويل، انت كده بيرفكت ان انت تخرجي بالليل. الصبح تحته شيرت وبنطلون جينز وحاجه في الرجل، خلاص انت كده برضو رايحه النادي. فهي فعلا فكره الستايلنج، انت بس في ناس عندها التالنت ده وفي ناس ما عندهاش التالنت ده. ممكن الستايلنج قوي حلو قوي في ان احنا ممكن الحزام بيفرق في القطعه جدا طبعا، الاكسسوارز بتفرق جدا. انت لما حد بيجي ياخد قطعه من عندك يا ساره، هل مثلا بتقولي للكلاينت تلبسها باي شكل او توريها الاشكال المختلفه؟ في ناس ممكن تلبسها بيها، فبتواصل معاهم وبقول لهم ممكن يتعمل فيه كذا وكذا وكذا. اوفر من كل ده ان انا هكلم كل كلاينت واقول له ان انا بعمل القطعه وبحطها في الشوت متصوره ولطيفه، وبعد كده بعمل فيديوهات صغيره كده ان انا ازاي بعرف اعمل لها للقطعه دي ستايلنج، ازاي اعرف البسها على سكيرت، وازاي اعرف البسها على بنطلون، وازاي اعرف البسها على شوز مفتوح او مقفول. ايه الفستان الحلو ده يا عليا يا قمر؟ طيب كلمينا عن الموديلات اللي احنا شايفينها دلوقتي. اوكي يعني انا شايفه ان اللي هو القماشه الامبريمي او المنقوشه دي خفيفه وسهله وعامله زي الكريب والطريه اعتقد هي سوفت، اسمها سوفت قريبه قوي من الكريب بس هي سوفت اكتر من ده. وعلى الفستان اللي عليا لابساه؟ لا دي قطن، ده قطن اسمه قطن مطرز، يعني هو يجنن فيها تطريزه كده منها فيها، يعني هو عملتي منه للكبار برضو ولا صغيرين؟ في للكبار بس توب، بس توب كده الباف عالي كده برضو للكبار للسياحة هيبقى حلو فعلا قوي. دي فكره اروح اعملها. ايوه حلو قوي هروح اعملها على طول. بصي هو ده الاثنين دول بيظبطوا بالظبط الكونسبت بتاع ريدي تو وير، اللي هو حاجه فري سايز مش مقاس ستاندر، ممكن ينفع اللي وزنها سي 60 لحد 70 وكمان 75. هي مش محتاجه انها تعمل حاجه غير انها تغسل وشها وتدخل الدولاب فعلا، تجيب القطعه تروح لابساها وتلبس حاجه في رجلها، هتنزل هتبقى شيك جدا، ترندي جدا وبسيطه. لو قعدت بيها 6 ساعات بره مش هتحس انها زهقانه ولا متضايقه بالظبط، هتكون وبعدين هي ممكن كمان تغير في الستايل بتاعه انها تحط حزام مثلا ايوه في وقت تاني بالظبط، او تحط اكسسوارز معينه فتغير من الشكل، او ممكن تلبس عليه كارديجان برضه بالظبط. ايوه او من غيركم الستايلنج حقيقي عامل مهم جدا 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 عشان انجاح اي قطعه. لازم يا جماعه تركزوا جدا في طريقه اللبس في الستايلنج، لان هو ده اللي بينجح الموديل. المهم كمان ان كل واحد يكون عارف النقاط الحلوه اللي فيه ايه، ودي اللي يظهرها صحيح. دي العيوب اللي فيه حاول يخليها. انا دايما بحس ان في بنت تيجي تقول لي اصل انا عندي ديفو كذا، اقول لها بصي بدايه كلامنا كده ما تقوليش ان انت عندك ديفو، هو ده الشيب بتاع جسمك وكل شيب ليه شكل معين. يعني الشيب بتاع الجسم هي احنا دارسينها، حاجه شكل سيركل، حاجه شكل تراينجل، حاجه شكل ما، كل حاجه ليها لبس. دي ليها بنطلون هو اللي يظهر شكل جسمها، دي ليها دريس معين هو اللي يظهرها، دي ليها حزام عريض ودي ليها حزام رفيع. هي بس انها تقدر تفهم طبيعه جسمها وتقرا، ما نجريش ورا الموضه. يعني دلوقتي البنطلونات كل البنطلونات بقى الوسط العالي دي بعد ما كانت اللو ويست، مع ان في ناس بيليق عليهم اللو ويست وما يليقش عليهم خالص الهاي ويست. بس تاني انها بتبقى مساله تعود كمان يا جاسي، ان العين اتعودت على الشكل ده صح، فلغايه لما بنتعود على الترند الجديد بياخد مننا وقت. بس فعلا في ناس بتتجه له من غير ما تفكر وبتتجه له من غير ما تكون دارسه جسمها. هي الفكره كلها، انا اكتر حد يعرف يلبس نفسه هو نفسه. صح. ده دايما طبعًا. اقول كده ببقى عارفه ايه اللي بيليق عليه، اللي يخليني حلوه قوي، وايه اللي يخليني جسمي شكله حلو، وايه اللي يخليني كيوت. كلها نسب اصلها كده. كمان بتكون طبعا بالظبط تختلف بس انت كنت بتقولي انك بتاخدي المقاسات وممكن تقعدي وقت طويل جدا عشان تاخدي مقاس لاوتفيت واحد. مظبوط، ولكن انا ملاحظه ان الموديلات بتاعتك انت مش محتاجه انك تعملي ده. بقى اللي خلاني اتجه للريدي تو وير، ان انا اعمل حاجات بسيطه وحاجات سريعه وحاجات تنفع لساره والاسراء والحد تاني. الساره مثلا جسمها تخين تنفع، جسمها ارفع تنفع لده وده وده.
الموديل بتاعتنا النهارده هي عاليه. دلوقتي الابيض بقى، الابيض ده من الوان لطيف خالص، يعني الاساسيه في الصيف. مظبوط، يعني عمره ما بتروح عليه. مظبوط، اللي هو زي ما بيقولوا يو كانت جو رونج، يعني مش ممكن نغلط فيه. الوايت انا بجد بحبه جدا، هو جميل. فعلا بيرفكت يعني، وده رائع. انا عاجبني بشكل اولا الحبل المتضفر ده كله هاند ميد، يعني انا اللي جايبه الخيوط نفسها وعامله ونفس الحزام بالظبط. ده الستايلنج بقى، ان هو ممكن هنا يتعمل كده، ممكن هنا يتعمل كده، في ناس بتعقد على فكره بالظبط، وفي ناس تربطه على شعرها. بالظبط، ده الستايلنج بقى، ان هو البلت نفسه اتعمل بكذا طريقه. بكذا طريقه. والقماشه دي ايه؟ ده كتان. ده كتان؟ هو كتان دلوقتي بقى انواع، زمان ما كناش نعرف غير اللينن البيور. لا دلوقتي بقى في انواع كتير جدا جدا من الكتان. هل بيخلطوه بحاجه مثلا معينه فما يتكرمش قوي زي الكتان مخلوط قطن، وفي كتان مخلوط حرير، وفي كتان مصري، وفي كتان بصي هو بصراحه الكتان المصري هو يعني هو التوب في كل حاجه. النسيج المصري نفسه هو احلى حاجه بجد حقيقي. يعني بس هو احنا عندنا هنا الموضوع منتشر اكتر، ان احنا بنتعامل مع مستوردين اكتر. يعني تلاقي اللي هو بيصنع نسيج مصري بصراحه هو بيصدر بره كويس قوي قوي قوي، فهنا يعني بس هو احلى خامة. كويس ان انت بتستخدمي الحاجات المحليه. عايزين نتكلم بقى على عليا وجمالها. انت لا استني عليا ما تستعجليش، تعالي 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 جنبنا هنا نتفرج. تعالي 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 لولي، تعالي يا لولي مكسوفه خالص. نشوف الحاجات الحلوه دي. الحلاوه دي والتوب يجنن. التوب رهيب بصراحه، التوب يجنن. والسكيرت مع الاشاره اللي حاطاها على راسها، بندانه كمان طالعه قوي الفتره دي للاطفال والكبار كله، يعني حلو بشكل يجنن. حلو قوي، ثانك يو. الخامه تجنن. اه ده الكتان. التوب قطن. ميرسي يا لولو. حلو جدا جدا جدا. اه ده يتلبس بقى كمان، يعني هي عاليه ممكن دلوقتي تبقى في الساحل مثلا، يعني في الساحل بالشكل ده عادي جدا، حلو cool جدا. طبعا وبرده وبرده فرح لما طلعت هي في الساحل بالشكل ده حلو جدا. ممكن من مش في الساحل خارجه مع صحابها برده شكلها لطيف. هي الحاجه اللي تنفع لكذا وقت، ما هي دي اهم حاجه بقى. بالظبط، اللون ده الاورنج اللي هو الاورنج ده من احلى الالوان. يا سلام على جمال اللون ده، اللون رائع رائع. دي نفس الخامه بتاعت ال، لا ده اسمه هو اسمه سي واي كتان. سي واي انواع برضو، في ناس حافظه ان سي واي نوع معين. هو السي واي السنه دي نازل اكتر شويه، الايه داخل فيه بوليستر شويه، داخل فيه بوليستر السنه دي نزلوه داخل فيه قطن اكتر. عشان كده السي واي نازل السنه دي باكتساح يعني. حلو فعلا جدا، وانا مبسوطه كمان انك انت استخدمتي نفس الحزام اللي هو الضفيره زي ما شفنا على الاوتفيت اللي قبل كده، انت برضو دخلتيه على الاوتفيت ده. ده بقى الكوليكشن بيبقى مربوط بحاجه، المفروض ان انا اربطه بحاجه، فانت ربطتهم كله بالحزام ده. لا باترن لا اكسسوار معين انا بحطه كده، يعني ده انا مسميه البلت السنه دي هو اللي نازل معايا. الضفيره دي هي اللي نازله معايا في حاجات كتير قوي. والضفيره دي اصلا مصنوعه من ايه؟ انا هي ده خيط لوحده. اوكي، انا باجي بس بقى بس هو قطن يعني. قطن. هو قطن. هو الخيط ده فيه منه انواع، فيه بوليستر وفيه قطن برضو. يعني الفستان ممكن يتلبس من غير البلت؟ ممكن تقلعي البلت او في جيب برضو. يعني عملي كمان. بالظبط، الناس اللي بتحب الحاجه تبقى خلاص كده واسعه، مش متحدده على جسمها. بالظبط. بالظبط، ممكن تحطي ايدك في جيبك عشان يبان جدا وبراكتيكال، يعني فستان عملي. بالظبط، وممكن طبعا الكم يتشمر يطلع يتطبق. ايوه مظبوط، انا لما بلبسه برفع الكم اكتر وبلبس سليبر وبنزل، يعني حتى مش شرط بحط له الحزام. لذيذ، الوان كلها حقيقيه منه الوان ثانيه. عملت منه اخضر برضو. هي الناس ساعات هي اللي بتوجهني بجد. بتقول لك انا نفسي في الالوان بتلاقي دي، بتلاقي كميه ناس اللي هو ساره بليز من ده ابيض، ساره احنا من ده اصفر، يعني هو ساعات الناس بتوجهك وفعلا بعمل اللون الاقيه نجح قوي. ممكن ما كنتش فاكره. بتعملي قطعه واحده منه بقى؟ بتعملي اكتر من قطعه؟ بنعمل قطع كتير. ودي حاجه في كونسبت ريدي تو وير، ان هو بيتعمل منه كميات. يعني مش بيتعمل منه حاجه كميه قليله زي ما قلت. عموما الالوان الساده بتبقى حلوه مبهجه. يعني انا بحبها قوي حقيقي، ما بتروحش عليها ابدا بصراحه. يعني الباترن ممكن هو عيبه في حاجه واحده، ان ممكن تجيبي القطعه السنه دي ما ينفعش تلبسيها السنه الثانيه. السنه اللي بعدها لا، هيبقى صعب خلاص الباترن دي مشيت.
ممكن يطلع لك باترن بقى من 20 سنه، هي دي اللي ترند الايام دي. أيوة. لكن فعلا الساده زي ما انت بتقولي هو على طول ده نفس التوب اللي كانت عاليه لابساها، بس دي بس حاطه بقى جوت معاها. صح بالظبط، حلوه بشكل. دي قطن 100% صح؟ اه قطن 100%. دي نفس القماشه اللي هي بتاعت الفستان اللي كانت عاليه لابساها الازرق، ولا مختلفه شويه؟ الازرق الاخضر، سوري الاخضر اللي انا قلت لك ممكن يتعمل الكبار. بصي لا ده لا. داخل فيه قطن اكتر. التاني تاني خفيف شويه، نسيج بتاعه عندنا بالارقام. فساعات القطن هنا داخل بكميه اكبر. أوكي. بحسابات اكبر. هناك داخل لا بكميه قليله شويه. ده البنطلون برضو الباترن بتاعته نازله السنه دي كتير قوي. حلوه قوي. ده سوفت والتوب كتان والكيمونو كتان وده كتان مختلف عن ده، يعني هما الاثنين كتان بس ده حاجه وده حاجه ثانيه. كخامه قصدك؟ اه كخامه الاثنين كتان بس. انا دي حاجه بقى كمان عارفه ايه الميكس ما بين اللون البيج مع الابيض مع البنطلون، هو يبقى امبيني او بالظبط. فعامل حقيقه شكل لطيف جدا، حلو قوي. وعاجبني كمان برضو ان البنوته عاليه، يعني اللبس مناسب لسنها. مظبوط. او انا بحب اعمل حاجات اللي هي محتفظه بسمات الاطفال لسه، ما بحبش اعمل. طب الاطفال هم اللي بيختاروا اللبس ولا اهاليهم هم اللي بيختاروا لهم؟ بصراحه انا معايا اطفال ولاد حاليا في سنهم هم 6 سنين. هم بداوا يختاروا فعلا، فبنعاني شويه اللي هو حبيبي ده مش هينفع. لا هو ده. فبصراحه فانا ما اعرفش قصه البنات ايه، بس انا اصحابي كلهم بيبقى القصه متعبه قوي. اكتر الحاجات اللي عليها اقبال عندك ايه او بتطلب كتير السنه دي؟ الكيمونوز، الكاردجينز بقى اللي هي بتتلبس، يعني تكون لابسه حاجه كات تروح لابساها، تكون لابسه دريس وتروح لابساها، تكون لابسه بنطلون تروح لابساها، يعني هي اسهل بالظبط. بتلم حاجة وشكلها برضو شيك في نفس الوقت وعملية كمان جدا، يعني دي أكتر حاجة بتطلب. في قطع بتبقى بيسك أو أساسية عندك في كل كولكشن بس بتعمليها بقى مع اختلاف الموسم واختلاف الألوان؟ بالظبط، يعني هو الكيمونز برضو هي اللي كل كولكشن لازم تبقى موجودة، بس السنة دي أول مرة أنزل المطبوع عشان السنة دي المطبوع نازل كتير جدا، والستان كمان. الستان ما كانش بينزل خالص بقاله فتره، مش في حد بيهتم بيه، هو السنه دي مكتسح. فكولكشن في الصيف مش يحر شويه؟ مظبوط، يعني هي دي ده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا حافظينه، واي حد يقول لك لا ده لو ستان بلاش ما اعرفش ايه، هو الناس دلوقتي ده لو كان ستان انا كنت اخدته. معانا عاليه كمان دلوقتي بفستان تاني برضو لذيذ جدا. يا سلمى. لا لازم تحكي لنا بقى عن الموديلين اللي احنا شايفينهم دول. اوكي. سلمى لابسه دريس. اوكي. الكات بتاعته في، وهو بسيط قوي قوي، بس الحركه اللي انا دخلتها الفوشيا، الحزام الفوشيا، وكمان هو بيتشد وبيتربط، فبيعمل ان الكم بومبي شويه، وده برضه شد حوالين الكم بالظبط ويتربط فيعمل كده. فاللي حباه تعمله كده اوكي، اللي مش حب اللي حباه تسيبه كده. انا عن نفسي بحب الشكل ده اكتر. بس وكمان المخطط حلو قوي في وده قطن بقى، ده شكله 100% مظبوط. بس انا شغلي كله في القطن اكتر، يعني انا دي اكتر حاجه بحبها ويعني برتاح فيها جدا. بس ده ممكن يتحط له حزام، لو اتحط له حزام برضه يبقى حلو. هو بينزل بحزام عامه، يعني هو بيتراح للكلاينت بحزام بنفس الخامته بالظبط. برضه فكره حلوه جدا ومختلف وشكله مريح، وهي دي اهم حاجه الراحه. طيب بالنسبه للفستان عالية، عالية برضه الماتيريال بتاعته قطن. اوكي. هو برضه بسيط قوي وبيدي شكل شيك، يعني هي لو لبسته على ستيبل او كوتشي ده كلنا كان عندنا الموديل ده وبتاعنا وبتاع كبار كمان ادوار. وما هي لحد دلوقتي موجود، يعني هي ما راحتش عليه ابدا، يعني والكبار هي اللي بدات ناخد الفكره منهم. احنا هتلاقي الفستان ده اللي هو 3 ده بالزبط. موجود بقاله كام سنه ولسه موجود لحد دلوقتي، لسه لحد دلوقتي انا كنت منزلاه لحد الوقت ده، ناس كتير بتطلبه مني يا جماعه ما زهقتوش خلاص. طب وبتعمليه بس ساده ولا بتعمليه الوان؟ يعني في ناس بتعمله كل دور لون. بصراحه انا ما جربتهاش، بحس ان الساده الطف، يعني ان هو ممكن لو حاجه مطبوعه ممكن يبقى كلها طبعه واحده اوكي. لكن الساده ان هي تبقى حته يلو وحته لون تاني هي بتبقى محتاجه يعني حد طويل.
بصراحه هتمشي على الناس كلها. مش هتمشي، مش الموضوع مش هيبقى عملي انا قوي. بس سعيده كمان انك انت عامله الماتشنج ما بين الام وبنتها. انا دي حركه عجبتني جدا. هل الطلب منك الطلب ده ولا انت اللي فكرتي فيه؟ هو انا من زمان قوي نفسي اعمل لاين بتاع الاطفال، بس انا كنت متخوفه جدا علشان المقاسات بتاعتهم صعبه قوي. مش زينا يعني، انا ممكن البس نفس السايز بتاع اختي وبتاع صاحبتي واجسامنا مع انها مختلفه، لكن الاطفال مش كده خالص. يعني فعلا لاربع سنين مش هينفع يلبس الخمس سنين، هيبقى في حاجه غلط في شكله. صحيح. فهي كانت محتاجه مني دراسه شويه، دراسه في المقاسات ودراسه في الاطوال، وكنت كتير بقى بنت صاحبتي ثلاث سنين اقعد اخد مقاسها، بنتها الثانيه ست سنين اقعد اخد مقاسها واقارن بقى بين ده وده. بس يعني هي المشكله في المقاسات. شغلانه مش سهله بصراحه. لا عموما يا ساره انت نورتينا وبهنيكي على الكولكشن الحلوه دي. ميرسي قوي. والحقيقي اختيارك للالوان والموديلات والحاجات دي كلها كان حلو جدا بجد. ميرسي بجد. ربنا دايما يوفقك ان شاء الله. ميرسي قوي. انا كل مره بتبسط بجد وانا قاعده معاكم. ميرسي لكم جدا. استناكي بقى في كولكشن الشتاء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي. معانا النهارده بيت السفير العزيزه ساره مجدي مصممه الازياء، وبكده انا والاستاذه نهى نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه يومنا النهارده. النهارده كان يوم الثلاث، اكيد كان يوم حلو بوجود حضراتكم معانا. بكره ان شاء الله يوم جديد.